إذن لم تنفع هذه الأساليب التي وصفت بأن أساليب تخويف وتهديد وتخوين للحركيين ومحاولة تقسيم حركهم إلى حرك مشوه الآن وحرك أصيل ومبارك. كل هذه الأساليب في رأيك أنت سيد محمد عربي لم تفد أصلا في مسيرات الحراك أمس؟ بالعكس، هذا التشويه ومحاولات ضرب الحراك يغذي الحراك. أنا شخصيا قلتها أكثر من مرة، قلت أن هذا الحراك في الحقيقة لن ينتهي إلا برحيل العصابة، لأن العصابة تغذيه، لن يذهب إلا برحيل حقيقي للعصابة، لأن العصابة تغذيه بتصرفات هوجاء، بمنطق مقلوب، بالأكاذيب، بالخداع، بالمكر، بالنفخ في صراعات غير موجودة، بمحاولة تشتيت الشعب الجزائري وتقسيمه وإخراج حتى إخراج رؤوس ما يسمى بالأحزاب، وكثير منهم من مقربين منهم باش يشيطنوا الحراك. واحد يسميه علماني وأنه سيطروا عليه العلمانيين، واحد يخرج من الجهة الأخرى يقول لك سيطروا عليه الإسلاميين والظلاميين، والشعب يرد عن كل هؤلاء ليعرفهم أنهم ليسوا إلا أتباع وأذناب، وأصبحوا يأكلون فتات مال الشعب، يأكلون السحت في بطونهم، ويرد عليهم بقوة، وهو ماضي، وكل محاولات ضرب الحراك زادته قوة وتصميما وعزيمة. طيب سيد محمد عربي، ماذا عن السلمية؟ هناك من يقول السلمية صارت مضرب المثل حتى خارج الجزائر، طبعا مواقع إلكترونية أممية دولية حقوقية تتكلم عن هذه السلمية، يقولون عامان بالتمام والكمال مضيا عن هذا الحراك، ولكن أبناء الشعب الجزائري ما زالوا مصرين على سلميتهم رغم ما يوصف بالاستفزاءات والاعتداءات والاعتقالات. انظر الذي حدث في البيض واتسوف أيضا أمس ودرهيو في غليزان والأمثلة عديدة، ولكن مع ذلك أبناء الحراك المشاركون في هذه المسيرات حافظوا على سلميتهم ولم يعتدوا على الشرطة أو يقومون بالمثل مثل ما يروج البعض. سلمية أصبحت مضرب عالمي، مثال عالمي، وشفنا الأمريكيين لما خرجوا في جونفي 6 جونفي كيف اقتحموا الكونغرس وقتل الناس داخل الكونغرس الذي يعتبر المقدس، أقدس مقدسات الأمريكيين، ومات الناس هناك وحرقوا الكونغرس، وشفناها في باريس وشفناها لعشرات المرات كيف تحترق شانزليزي وتحترق مدن فرنسية وقع في قلبها باريس عندما خرج الفرنسيين، وشفناها في هولندا وشفناها. فإذا بالشعب الجزائري اللي كانت العصابة تقدمه للعالم إلى درجة أن بعض الجزائريين صدقوا ذلك من أنه أهوج وأنه عنفي وأنه حيواني، يعطي مثال رائع وهو يتعرض للتعذيب، للقمع، للاعتقالات، لسب الدين، للكفر بالله سبحانه وتعالى علنا من طرف ما يسمى بالقوات القمعية وغيرها. مثال هائل إلى درجة أن الأمم المتحدة التي سكتت دهر أكثر من سنتين وما يسمى بالأمم المتحدة ساكتة، بينما نراها تنطق بعد ساعتين إذا حدث شيء في تركيا أو الصين أو روسيا أو حتى في فرنسا. يعني حتى فرنسا خرجت الأمم المتحدة ونددت بقمع جيلي جون مثلا، لكنها سكتت سنتين، وفي الأخير خرجت حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان لتفول رئيسته من أن حراك سلمي وديمقراطي، لأنهم شافوا أن النظام يشيطن ويدخل العنف ويدخل يحاول إدخال الإرهاب واتهام أحرار البلاد بأنهم إرهابيون ومحاولات كثيرة. فإذا بهم تأتيهم الصفعة حتى من الأمم المتحدة التي تواطأت معهم لفترة طويلة، وما زالت بلدان العالم متواطئة معهم. وأنا شفنا التقرير الأمريكي، نعرف أن الأمريكيين يعتبروهم عبيدهم بما يسمونه بالحرب على الإرهاب، لكن مع ذلك اضطرت الخارجية الأمريكية أن تعترف بجزء، ليس لأن التقرير غير كافي وغير منصف، لكنه بجزء من أن في الحقيقة أنها النظام الحاكم يقوم بالقمع ويقوم بالقهر ويقوم باعتقال الصحفيين واعتقال الناس بدون حق وأشياء كثيرة. بدأ العالم على مضض وعلى خجل يعترف من أن هذا شعب حر وأنه يواجه عصابة مجرمة.